طيب يا شباب، بسم الله نكمل كلامنا. اخر حاجة قلناها ان احنا ازاي نتعامل مع الفور، تمام، وعرفنا كل حاجة تقريبا ليها علاقة بالفور. النهاردة ان شاء الله بما اننا خلصنا اللوبس نبدأ في البرايم. احنا كنا قايلين ان احنا البرايم هناخده قبل اللوبس بعد الاف كونديشن، بس احنا اجلناها بحيث ان احنا نحتاج ان احنا نستخدم اللوبس فيها، تمام، فنبقى عارفين اللوبس قبل ما ندخل فيها. المهم ان احنا دلوقتي اخدنا اللوبس فهنبدأ بيها من غير كلام كتير. نبدأ هنعمل اول حاجة ديكليريشن، نعمل ديكليريشن للنمبر معين نسميه ان، تمام. النمبر ده هاخده بشكل انبوت من اليوزر، واحنا اتفقنا ان اي انبوت بعمله لازم يبقى قبليه اوتبوت، تمام. فانا هقول له هنا انا عايز منه ايه، هقول له بليز ده نمبر مثلا، بس طيب ماشي، هيدخل لي رقم. دلوقتي انا هاخد الرقم ده، دلوقتي انا عايز اتفق، انا عايز اشيك عليه واعرف الرقم ده هل هو برايم ولا مش برايم. طب خلينا متفقين على حاجه، ان الارقام الاوليه هي الارقام اللي مش بتقبل الاسم غير على نفسها وعلى الواحد، تمام، غير كده ما بتقبلش اسم على اي عدد تاني، ملهاش فاكتورز، تمام. فدلوقتي انا عشان اشيك على الرقم ده المفروض انا متاكد ان هو بيقبل الاسم على نفسه وعلى الواحد، فانا عندي رينج ما بين الواحد وما بين رقم ذات نفسه ناقص واحد، يعني رقم ذات نفسه ناقص واحد. انا عايز الرينج ده هشيك عليه، الارقام اللي موجوده في الرينج دي، في الرينج ده هشيك عليهم رقم رقم، بحيث اوصل لو في رقم منهم بيبقى الاسم، الرقم بتاعي بيبقى الاسم عليه، يبقى انا كده الرقم بتاعي ده مش برايم، تمام. طيب نشوف ان شاء الله، يعني الدنيا ممكن تبقى مش واضحه قوي، بس احنا شغالين الدنيا هتوضح ان شاء الله. طيب هنعمل فور زي ما تعودنا، هنعمل الكاونتر بتاعي، هنرجع نعرف الكاونتر ده، بس خلينا نسمي السي. هيبدأ منين بقى؟ خلي بالك انا هنا مش هبدأ المرة دي من الزيرو، مش هبدأ من واحد، هبدأ من الاثنين. ليه بدأت من الاثنين؟ لان انا عندي الواحد انا كده كده مش عايز اشيك عليه، لان انا عندي اي رقم هو بيقبل اسم على نفسه وعلى الواحد، فهو هيقبل اسم على الواحد اكيد، وهيقبل اسم على نفسه، فانا مش عايز برضه اشيك على العدد ذات نفسه، لا انا عايز اوصل الليميت بتاعي هيوصل لحد العدد ناقص واحد، يعني لحد ال n بتاعي ماينس 1، تمام؟ ماشي حلو. طيب دلوقتي لازم اعرف الكاونتر عشان ما انساش، بس في الكاونتر بتاعي. طيب نبدأ دلوقتي، نبدأ نشيك عليه، هنشوف. طب عشان نشيك عليه نشوف بيقبل اسمه ولا لا، احنا اتفقنا ان احنا بنساوي المودلس، المودلس هيقول لي هو بيقبل اسمه ولا لا، يعني انا لو المودلس بتاعي ايكوال ايكوال زيرو يبقى كده بيقبل الاسم بتاعي بزيرو، يبقى كده هو بيقبل اسمه، لو مش زيرو يبقى كده مش بيقبل اسمه. فانا هعمل هنا، هعمل اف كونديشن، تمام، هشوف دلوقتي هل ال n بتاعي مودلس خلينا نعمل مودلس اللي هي الرقم بتاعي، مودلس الكاونتر، معلش مودلس الكاونتر بتاعي ايكوال ايكوال زيرو. لو ايكوال ايكوال زيرو هنضطر هنا بقى نعمل ايه، هنعمل حاجه زي الفلاج. احنا اتفقنا قبل كده ان انا عندي حاجه اسمها فلاج، الفلاج ده بيبقى من نوع بوليان، اللي هو لو لقى لو الشرط ده اتحقق عندي هو كل اللي هيعمله ان هو هينور مثلا، تمام، فيقول ان ده هيغير القيمه بتاعته، يقول ان هو بتسوق. فاحنا هنا هنعمل ديكليريشن، خلي بالك انا مش هقدر هنا بوليان مش هقدر احطه مع الانتجر، تمام، لازم اعمله في جمله ديكليريشن لوحدها، لان هو التايب مختلف هنا، تمام. انا هغير التايب اخليه بوليان بحيث ده الفلاج بتاعي، هسميه found، تمام، هديها قيمة initial ان هي اول حاجة ب false، يبقى انا عندي ال found بتاعي equal false، تمام. ولو دخل هنا، لو دخل ولو مرة واحدة يبقى انا كده ال found بتاعي اتحول ل true، تمام. فانا هنا ال assign هعمل ايه، هعمل assignment، جملة assignment ان انا الفاوند بتاعي بقى بايه، بتزوم، تمام. مش بعد ما اخلص بشيك، يعني انا خلاص خلصت اللوب دي كلها، هبدأ اشيك على الرقم بتاعي ده، هشوف هل الرقم ده فعلا برايم ولا مش برايم. طيب خلينا نشيك، هنشيك ازاي زي ما اتفقنا بالاف كونديشن تاني، هنشوف هنشيك على الفاوند دي، هنشوف هل هي بترو ولا بفولس. لو بترو يبقى انا كده الرقم بتاعي ده مش برايم، يبقى هل الفاوند ايكوال ترو، تمام، يبقى ساعتها اقدر اقول ان الرقم بتاعي ده، اقول ان الرقم بتاعي ال n، نعمل علامة الاند
طيب و double quotation ونقول is not prime. تمام ونقفل. طب لو هو false يبقى هنا ساعتها هاخد دي كوبي، هيبقى لأ هيبقى prime، الرقم بتاعي ده prime. تمام نيجي نجرب الكلام ده. طيب ندخله 5، 5 برايم. ليه برايم؟ لأن الخمسة بتقبل الاسم على نفسها وعلى الواحد بس، مش بتقبل الاسم على أي رقم تاني. تمام طيب خلينا نجرب مثلا رقم زي الأربعة is not prime، لأن الأربعة بيبقى الاسم على نفسه وعلى الواحد وعلى الاتنين. تمام أعتقد الفكرة بسيطة، بس هي بس المشكلة كلها في الكونديشن واللوب دي، يعني ممكن تبقى فكرة معقدة شوية، بس هو الموضوع كله بسيط. هو الرينج ده أنا بشيك بمشي على الرينج ما بين الواحد وما بين يعني الليميت بتاعي هيوصل لحد لحد رقم ذات نفسه، هو مش هياخد الرقم معايا، لا هيوصل لحد عنده. أنا عايز أشوف لو في أي رقم من الأرقام دي الرقم بتاعي اللي أنا عايز أشيك عليه بيقبل اسم عليهم. تمام يعني 2 3 4 كل الأرقام دي بشيك عليها لحد ما أوصل للرقم بتاعي. لو نفترض إن أنا مثلا عايز رقم 10 أشيك عليه، هو هيعدي لي من 2 لحد 9، يبدأ يشوف هل ال 10 بيقبل اسم على أي رقم منهم. لو لقى إنه بيقبل اسم على أي رقم منهم يبقى الرقم بتاعي ده رقم برايم. تمام طيب احنا كده خلاص خلصنا الابلكيشن بتاع النهارده. ان شاء الله في الابلكيشنز اللي جايه، الابلكيشن اللي جاي ان شاء الله هيبقى الاداي، هنتكلم عن الاداي. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. لو حد عنده اي استفسار او اي سؤال في اي حاجه تمام اسالنا على الجروب، هكون معاك ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.